اوشيلو اوشيلو لعب الكرة الثانية من اوشيلو خطيرة صحيحة الهدف الأول ممتاز الله الله جول جميل 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 سامدوريا سامدوريا عن طريق أميوني عن طريق أميوني يعني شيطها براسه حلوة 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 قوي أميوني يسجل هدف جميل جدا برونو أميوني اللاعب الأرجنتيني الشاب صاحب ال 21 سنة يتقدم لصالح نادي سامدوريا اللاعب برونو أغوستين أميوني يسجل هدف أول جميل بالنسبة للسامدوريا ارتقاء جميل بيزنيفسكي يلعب الكرة الثانية بيزنيفسكي 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 ولا عرضية لكن يطلع كرة تمشي كرة ثانية خطيرة 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 جابياتين يا لعيب يا ولد يا ولد يا فيردي يا معلم بقول لك فرقة خطيرة فرقة خطيرة خطيرة يعود الآن سميتسي عن طريق فيردي لعيب كورة كبير قوي لعيب كورة كبير قوي دانييل فيردي سبحان الله خرج خرج مالديني ولما نزل فيردي لا أداؤه لا روعة 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 لعيب كورة طبعا كبير قوي حطت الكورة جميلة جدا دانييل فيردي يعود يعود بنادي سبيتسيا إلى الوضعية الطبيعية جدا كفريق مميز جدا جدا في هذا المساء أنا أعتقد الجمهور بتاع نادي